حنا كنتواجدوا في المسجد العتيق تسميج اللي هو في السكينة اللي في دار حسين حمد نجيبة. وهذا المسجد كان قديم وعياق تبالا، وطلبنا الإعادة ديالو، ومن بعد عملوا عملنا الرخصة وساعدونا وبدينا البناء ديالو. بديناها في 2019 في نهار 14 في شهر جوج، ودابا الحمد لله هو مهيأ المحسنين تعاونوا معنا وجهزناه، ودابا حنا طلبنا الفتح ديالو باش الناس يصلي والتراويح والجمعة والنساء ويقراو الأطفال، والحمد لله دابا بخير ولله الحمد. حسب هذا الشهر رمضان ان شاء الله باش كنصليو التراويح، وكيجيو الناس من حسب الحوام، وعندنا المسجد التلاميذ كيقراو القران كلام الله، ودابا الحمد لله الامور ماشيه ميسره ولله الحمد. نعم، وحنا كان عندنا المسجد فيه كملنا 100 المترو اللي سابقا، اما اليوم راه عندنا المسجد فيه 600 المترو، والحمد لله توسع والناس كتجي تصلي على الاقل واحد 400 الاشخاص اللي كتتواصل معنا. وعندنا المراحيض تصاوا معنا على جوج جهات، كاين النساء بوحدهم الرجال بوحدهم، فيهم واحد 50 متر في الاتجاه، والحمد لله الحمد لله الامور بخير. المسجد كيعتبر من المساجد القدامى، هذا المسجد العتيق راه هو انا قلت لك اللي سابقا راه عنده اكثر من 3 قرون حسب القريه، عمارات قديم وهي مجاوي كتعاود، هي كتمشى صغيره وتعودت بالقرم وتعودت بالقرابه، ولكن الحيوط كانوا مبنيين على التراب، ودابا الحمد لله جاب الله التيسير. حنا عندنا واحد المسجد اللي كتمثل القبيله، حنا فرحانين بهذه التوسعه وهذا التاهيل ديال بيت الله، وتعاونوا معنا المحسنين بزاف الله يجازيهم، وجميع اللي تعاون معنا كامل الله يجازيه بخير، والحمد لله وفقنا رب العالمين.